يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام مراد ومسبل؟ الله يهدينا. الله، الصلاة خلف الإمام المرابي والمسبل صحيح، لكن حصل لك أن يؤمك متق صاحب تقوى فافعل، وإلا فصلي خلف أي إنسان مصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف الثقفي معروف بأنه ظالم قتال للنفوس، ومع هذا يصلون خلفه. كان ابن عمر وهو من أزهد الناس وأورع الناس كان يصلي خلفه. نعم.